شو هاد؟ انت شو عم تساوي؟ انا كنت عم حاول ساوي شوية حلويات. عن جد؟ طيب لمين؟ لبنتي انهار، لانه مبارح قلت له للدكتور اكرام انه انهار ما بتاكل غير كورن فليكس ورز مع عدس. قال لي يمكن هي بتحب الاكل الرطب والناعم اكتر من غيره. قال لي جرب ساوي لها نوع اكل غير هدول. مشان هيك فكرت اني ساوي شوية حلويات. لو شافتك بهي الحالة هلا رح تبطل تاكلها حتى لو بتحبها. بعد لشوف أنا بساويها. يلا روح، ليش واقف هون؟ أنا رح جيبهم هلا. خدي بنتي يلا كلي. انهار انتي بس دوقي، كلي بس شوي. يلا كلي انهار. شوفي بابا عم ياكل. شوفي كتير طيب. يلا كلي كتير طيب. كلي لشوف انهار على القليلة لقمة. ليش ما عم تاكلي انهار؟